الله وبركاته. اف اس 2 وحشتوني جدا. النهارده معانا حرف جديد هناخده النهارده، بس قبل ما نعرف ايه هو الحرف تعالوا نسمع مع بعض القصه وانتوا قولوا لي ايه هو الحرف. وقف الظبي ظا ظا ظبي في الغابه يلعب وقت الظهر ذو ذو ظهر، ثم راى شيئا اسود فصرخ فعرف انه الظل ظي ظي ظل، فضحك وقال ظ ظ ظ ظ انه حرف الظاء. تعالوا افتحوا نعرف النهارده حرف الظاء. ظبي وظهر وظل، دي الكلمات اللي جت في القصة النهاردة. تعالوا نشوف ايه الكلمات التانية ممكن تبقى بحرف الظاء، بس تعالوا الأول نشوف ايه هو صوت حرف الظاء بالحركات اللي احنا متعودين عليها. قلنا الحركة دي قبل كده اسمها ايه؟ اللي فوق الحرف فتحة، برافو عليكم. ظاء لما يبقى عليها الفتحة بتتقال ظا ظا، زي كلمة ظبي اللي جت في القصة بتاعتنا. بس يعني ايه ظبي؟ ممكن مش الكل يكون عارف يعني ايه ظبي. الظبي ده نوع من انواع الحيوانات يشبه الغزالة شوية، بس دي قرون كتير بتطلع، وممكن يبقى بدل الاثنين ممكن يبقى متفرع منهم اثنين تانيين فيبقى عنده اربعة مثلا. ظا 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 ظبي. طيب نشوف حركة ايدي الكسرة. حرف الظاء مع الكسرة ظي ظي ظل. ايه هو الظل؟ تعالوا مع بعض نشوف ايه هو الظل. هو في القصة شاف لون اسود عمال يلعب معاه فخاف، افتكر حاجة جاية تهجم عليه. لكن الظل ده ان ضوء لما بيجي على جسم الانسان او على اي حاجة بيعمل خيال اسود، هو ده اللي بيتقال عليه ظل. يعني ممكن من الظل لو حطيت كده انا عارفة ان ده قلم من غير ما اشوف القلم، بس خياله عندي ظاهر ان هو قلم. لو عملت كده ظل مديني شكل الدائرة، فممكن يبقى زرار، ممكن يبقى أي حاجة شكلها دائرة. فالظل هو خيال أسود بيطلع بيجي من الضوء. الشمس ممكن تبقى جاية عليا فخيالي ظاهر على الأرض، خيال الأسود بيتقال عليه ظل ظي ظي ظل. تعالوا كده نشوف صورة الظل، زي مثلا القطة بتاعتنا الجميلة دي نايمة والنور جاي عليها فمديني صورة ظل ظي ظي ظل. حركة الضمة لما بيجي معاها حرف الظاء بيتقال عليه ظو ظو ظو، زي كلمة ظهر اللي جت في القصة وقت الظهر ده اللي هو واحنا قاعدين في حصة العربي ونسمع صوت الأذان ونقول نردد الأذان، ده وقت بيتقال عليه الظهر اللي هو بعد البريك كده قبل اللانش شوية، بيتقال عليه وقت الظهيرة أو وقت الظهر. بس أنا ما عنديش طبعا مش هعرف أجيب لكم وقت في صورة، فعندي كلمة تانية صورة الظهر. الظفر اللي هو الظفر اللي بيبقى طالع من الصوابع، عندي خمس صوابع بيبقى طالع ده، اظن كلنا عارفين يعني ايه الضوافر بتاعتنا، بس اللغه الدارجه بيتقال عليها ضوافر، في اللغه العربيه بيتقال عليها ظفر. ويا ريت ما حدش يطول ضوافره زي الصوره دي، ولازم تتقص على طول عشان اتفقنا قبل كده في ميكروبات ما تجيش في بقنا وتتعب معدتنا، فنخلي بالنا من النقطه دي. نيجي لاخر حاجه معايا وهي حركه السكون. يعني ايه سكون؟ يعني بقف، لا بحط فتحة ولا ضمة ولا كسرة، بقف على الحرف زي إشارة المرور اللي بتوقف العربية مرة واحدة، هنا بوقف صوت الحرف، هنا بقول ظا ظي ظو، هنا هقول إيه؟ لازم عشان أنطق صوت الحرف صح
احط قبليه حرف، اي حرف ممكن الالف. اض اض اض. طب زي صورة ايه او كلمة ايه؟ زي كلمة عظم عظم عظم. لو خدتوا بالكم انا صوت حرف الضاء بطلع فيه لساني والصوت بيبقى تخين شوية، زي ما في كلمات حروف زي حرف الثاء ذال ظاء، ثلاث حروف دول في اللغة العربية لازم اطلع فيهم لساني وصوت الحرف بيبقى تخين شوية. ظاء ظاء ظاء. تعالوا نقرأ بالاصوات. ظاء ظاء ظاء. ظي ظي ظي. ظو ظو ظو. أب ظ ظ ظ. ظ فتحة زي كلمة ظبي. ظي ظل. ظو ظفر. ظ عظم. زي ما شفنا ايه صوت الحرف في حرف الظاء، تعالوا نشوف ازاي بنكتب حرف الظاء. عندي حرف الظاء اول الكلمة وسط الكلمة واخر الكلمة. حرف الظاء حرف ما يتقالش عليه شقي ولا بيكهرب، حرف بيحب اصحابه يعني بيفرد ايديه. في اول الكلمة طبعا في اول الكلمة احنا بنفرد ايد واحدة بس عشان ما فيش حاجة نمسكها، كل حرف بيمسك الحرف اللي بعديه عشان يكون كلمة. حرف الظاء في أول الكلمة فارد إيد واحدة بس، زي كلمة ظرف مثلا. وسط الكلمة فارد إيدين الاثنين، زي مثلا كلمة عظم. آخر الكلمة بيبقى برضو فارد إيد واحدة بس اللي هي الناحية. تعالوا ازاي نشوف حرف الظاء بيتكتب. اول حاجه لازم الكرسي بتاعي اللي بيقعد عليه الحرف عشان اعرف هو نازل قاعد على الكرسي ولا نازل تحت او ولا طالع فوق. عندي حرف الظاء اخو حرف الطاء، اخو حرف الطاء بس زياده عليه نقطه. فحرف الطاء قلنا شبه الطيارة بيطلع لفوق كده بعد كده بينزل على السطر، ماشيين على السطر عصاية نازلة هنا زيادة عليه نقطة، يبقى سهم واحد اتنين تلاتة. هنكتبه هنا تاني. واحد بنزل على السطر، اتنين تلاتة نحاول نخليه ايه مستقيم اكتر والزيادة عليه نقطة. واحد اتنين تلاتة تاني. واحد اثنان ثلاثة. حرف الظاء في أول الكلمة ممكن أقول ظبي أو ظل أو ظف أو ظرف. هنختار كلمة ظبي نكتبها ظا ظا، أدهي فردت إيدي. ظب ظب ظب. باء بعد كده الياء. طبعا هنا كبيرة شوية بس عشان ايه اوضحها لك. هنا ظاء في وسط الكلمة زي كلمة عظم عظم. الظاء في وسط الكلمة بتبقى فاردة ايديها الاتنين. طب أول حرف ايه؟ عين. عين. حرف العين عبارة عن نص دايرة وفارد ايده عشان في أول الكلمة. نيجي بقى حرف الظاء، ادي اول ايد اهي
بعد نزلت على السطر ومشيت على السطر خط مستقيم وعصايه نازله من النقطه بتاعتي، فردت ايدي عظم مم. الميم عباره عن ازاي في اول في اخر الكلمه دي فارده ايد واحده نص دايره مكمله على السطر وايديها نازله جنبها عشان في اخر الكلمه فمش هتفردها. نيجي للضاء في اخر الكلمه، حد عنده كلمه ضاء في اخر الكلمه؟ كلمه يقظ. يقظ يعني ايه؟ يقظ يعني منتبه صاحي مفوق كده. ساعة لما اقول مثلا انت نايم، لا انا يقظ يعني منتبه جدا وصاحي جدا. ياء، حرف الياء في اول الكلمة تحتين نقطتين والنقطة واحدة في اس تو اتنين، برافو عليكم. ياء 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 ق ق ق قاف دايرة لفوق وكمل تاني على السطر. حرف الضاء في اخر الكلمه بيبقى فارد ايد واحده بس، وبطلع تاني وانزل على السطر. ظبي عظم يقظ. ظبي عظم يقظ. كده عرفنا ازاي بنكتب حرف الضاء اول وسط واخر الكلمه، وازاي بننطق حرف الصاد الضاء بالاصوات المختلفه. شكرا لكم FS2، مع السلامه.